يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا هذه كلها لأربعة نفر، يمكن منهم ما أدري. لأن أربعة اثنين زينين واثنين مو زينين، دير بالك. يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، هذا الأول. قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، طبعا الأول قال فهو في أعلى المنازل. قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ويقول لو آتاني الله مالا لصنعت كما صنع فلان، قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. قال ورجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط به فلا يتقي الله فيه ولا يصل فيه رحما ولا يعرف لله فيه حقا، قال فهو في أخبث المنازل. قال ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول لئن آتاني الله مالا لأصنعن مثل ما صنع فلان، أي الخبيث، قال فهما في الوزر سواء. فإذا رزقنا الله إذن المال نتقي الله فيه، وإذا لم يرزقنا المال نتقي الله في نياتنا، ولنا أجر من عمل من الأغنياء، لك أجر من عمل من الأغنياء، فهما في الأجر سواء. هذا فضل الله، هذا رزق الله سبحانه وتعالى.